مثل ما مصر وتونس والمغرب وليبيا غيروا النظام، نحن بدنا نغير النظام. عندنا مطلبين أساسيات هن تخفيض سعر المحروقات والملف الصحي اللي نحن بحاجة لإله وكل لبناني بحاجة لإله. احنا عم نحكي باسم كل موجوع لبناني وكل فقير لبناني. وهيدا النظام الفاسد وكلهم فاسدين جايين للتغيير وبس، للتغيير وبس، كل شيء بده يتغير. ثورة ثورة.